السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم طلاب ثالثه ثانوي زي ما اتفقنا نحل او نشرح اول ونحل الاسئله بتاعه الرسم البياني على كل فصل اول حاجه نبدا دلوقتي في مقدمه الفيديو ده الطريقه بتاعه حل سؤال الرسم البياني بكل افكارها وبعد كده هنبدا حل الفصل الاول في الفيديو ده والفيديوهات الجايه كل فيديو هنحل فصل باذن الله الاسئله اللي هحلها تلاقي في اي كتاب رسم بياني معاك سواء الامتحان او الوسام او اي كتاب بيبقى فيه جزء رسم بياني و آه ولو آه مش معاك اي كتاب فهسيب لك ملف بي دي اف في وصف الفيديو تقدر تحمله عشان تعرف تحل المسائل الفصل الاول عليه تقريبا سبع مسائل فحل ثلاثة او اربعة واسيب لكم اتنين واجب تدربوا عليهم فيلا بينا نركز مع بعض بس يا ريت تشارك الفيديو مع زمايلك عشان الكل يستفيد آه ونبدا باول حاجه الرسم البياني الفكره بتاعته ايه اول حاجه هو بيجيب لك جدول زي السؤال مثلا انا هوريه لك ده عشان تبقى عارف احنا بنتكلم عن ايه بالظبط جدول زي ده كده بيقول لك ارسم ويحسب حاجات تمام كده ده الفكره اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اما العلاقات البيانيه بصفه عامه والكلام ده كله ففي فيديو شرح في قائمه تشغيل اساسيات رياضيه الحالية المسائل الفيزيائيه هتلاقي فيه شرح الرسم البياني كله بالتفصيل تقدر تشوفه برده بعد الفيديو ده فنبدا بقى بالرسم البياني ايه هو الطريقه اللي احنا بنحل بيها السؤال اول حاجه ما بيجي لك في السؤال زي مثلا اول سؤال احنا شايفينه مع بعض ده كده بيجيب لك جدول ويقول لك الجدول ده بيوضح العلاقه بين المقاومه والطول فاول خطوه انت بتعملها بتشوف القانون اللي بيربط ما بين الاثنين دول آه رقم اتنين ممكن يكون الحاجتين دول بيربط ما بينهم اكتر من قانون فانت بتشوف القانون بناء على بقيه المعطيات اللي في المساله فهنا هتلاقي عندك مساحه مقطع وطول ومقاومه نوعيه فانت خلاص بتعرف ان في قانون فيه مقاومه وطول سلك ومساحه مقطع ومقاومه نوعيه ده القانون اللي انت هتستخدمه زي مثلا في الفصل الثالث لو عندك الاي ام اف والبي مثلا فالاي ام اف والبي دول موجودين في قانون البي ال في بتاع السلك موجود في قانون فرضي وفي قوانين كتير بيبقى مشترك فيها حاجات فأنت بتشوف ايه الحاجات الموجودة في الرسمة والحاجات المطلوبة منك أو المعطاة في المسألة عشان تقدر تختار القانون بالظبط. طيب بعد ما بتختار القانون بتعمل ايه؟ يبقى أول حاجة اختيار القانون تاني حاجة بتشوف شكل الرسمة. يعني بتتخيل قبل ما ترسم شكل الرسمه ليه بتتخيل قبل ما ترسم شكل الرسمه لان الرسم انواع كتير يعني انواع كتير يعني الرسمه التقليديه اللي احنا متعودين عليها اللي هي خط مستقيم بيمر بنقطه الاصل دي دي حاله واحده بس من بقيه الحالات طب هي ايه بقيه الحالات ممكن يجي لك رسمه في الفصل الخامس مثلا بتبقى الرسمه دي عباره عن بتبقى رسمه كده بتبقى انت بادئ مثلا من تحت كده وبتبقى طالع لفوق مثلا تمام فانت بتبقى عايز الجزء اللي تحت فبدل ما ترسم كده وبعدين تلاقي نفسك مش عارف ترسمها وعايز وبت... ترسمها كده وفي رسمه ثالثه مثلا ما بتبقاش كده بتبقى رسمه الساين فبالتالي قبل ما انت ترسم لازم تحدد شكل الرسمه طب بتحدد شكل الرسمه بناء على ايه ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي يبقى شكل الرسمه بتقارن القانون اللي انت اخترته بمعادله الخط المستقيم اللي احنا متعودين عليها يبقى نقارن القانون بمعادلة الخط المستقيم ورسمة الصين دي هنتكلم عنها في الآخر عشان ليها حالتين برضه في طلبة مش بتفرق ما بينهم ايه هي, هي معادلة الخط المستقيم اللي هي بتقول ان الواي بتساوي ام اكس زائد سي اللي هي بالعربي بالترتيب بقى بتاع العربي الصاد بتساوي ميم س زائد ج تمام الصاد اللي هي الواي المحور الرأسي والسين اللي هي الاكس المحور الافقي الميم دول دي انتوا عارفين ان هي الميل فاللي هي الام هنا والجيم دي اسمها الجزء المقطوع من المحور الرأسي طب تعالى كده نكتبها ده المحور الرأسي مين هو المحور الرأسي يقول ارسم مثلا المقاومة على المحور الرأسي فهو المقاومة تبقى هي الواي والطول مثلا على المحور الأفقي فده هو اسمه المحور الأفقي والجزء الأولاني ده هما دول الحاجتين اللي احنا بنبقى محتاجينهم اللي هو الميل الحاجة اللي بتبقى موجودة قبل الإكس والجزء المقطوع من المحور الراسي اللي هو محور الصادات او محور واي لو احنا بنتكلم بالانجليزي الكلام ده طبعا بيكون بشرط حاجتين الحاجه الاولانيه ان يعني الاكس في طرف والواي في طرف الحاجه الثانيه الواي ما فيش قدامها اي حاجه غير الواحد يعني لو مكتوب مثلا 5 واي 5 ار مثلا المقاومه ار وعندنا 5 ار لا لازم تبقى ار بس فانت بتقسم على الخمسه عشان تخلي الار اللي هو المحور الراسي لوحده عشان انت لازم تقارن بالمعادله دي تكون شكل المعادله دي المعادلة دي اللي هي مين أو اسمها إيه؟ اسمها المعادلة المفروض بتوع الرياضة عارفين كل الكلام ده المعادلة الخطية بتاعة الخط المستقيم يعني أي أي خط مستقيم بترسم طبقا للمعادلة دي بناء بقى على المعادلة دي قدامك حالات كتير إيه هي الحالات دي على السريع كده آه بناء على القيمتين بتوع السي والقيمة بتاعة الإم الإم دي ممكن تكون موجب أو سالب فبالتالي عندك حالتين والسي ممكن تكون موجب أو سالب أو صفر يبقى كده ثلاث حالات. ثلاث حالات في حالتين يبقى عندك ست حالات تمام كده يعني الميل موجب وعندك دي صفر او موجب او سالب والميل سالب ودي برضو موجب او صفر او سالب كل الحالات دي عندنا في المنهج مش كلهم ممكن عندك منهم تقريبا اربعه من السته دول بس لازم تكون عارف الفكره بتاعتهم كلها فنبدا كده على السريع بالحاجه الاولانيه السهله خالص اللي احنا متعودين عليها ان لو مفيش جزء مقطوع من المحور الراسي يعني مفيش سي فالمعادله بتكون شكلها الواي بتساوي ام اكس بس فالمعادله دي بتكون خط مستقيم بيبدأ من نقطة الأصل لأن مفيش جزء مقطوع من المحور الرأسي ده الواي وده الإكس. ناخد عليها مثال بسيط كده من الفصل الأولاني مثلا وليكن ال V بتساوي IR فلو أنت رسم العلاقة ما بين فرق الجهد والمقاومة الكهربية مثلا ففرق الجهد هو على الرأسي والمقاومة الكهربية الأفقي والميل اللي عندك ده بتاع الخط المستقيم ده هو شدة التيار. العلاقة التانية إن هو برضه هناخد نفس الميل اللي هو الموجب ام إكس بس هزود له جزء اسمه C. زي ما احنا شايفين كده مثلا ادي الواي وادي الاكس الواي والاكس علاقه خطيه والميل موجب يبقى خط مستقيم بس بادئ من موجب سي يعني في جزء موجب مقطوع من المحور الراسي القيمه بتاعته اسمها سي وبتحسب الميل يطلع لك هو الام طيب ده زي مين مثلا زي مثلا قانون فرق الجهد بتاع الفولتاميتر اللي هي الفي المفروض بتساوي في جي زائد اي جي ار ام صح كده فلو انت راسم على الراسي الفي وراسم على الافقي الار ام فبالتالي ايه اللي هيحصل عندك دلوقتي راسم ده الراسي وده الافقي صح فترتبها زي المعادله اللي احنا متعودين عليها فوق كده الواي هتساوي اي جي ار ام زائد في جي عشان تقارنها بالمعادله اللي هي ال او اللي هي الواي بتساوي المفروض دي في الواي بتساوي ام اكس زائد سي اكس ده اللي هو الافقي والواي اللي هو الرأسي فبالتالي الميل عندك بتاع الخط ده هو الاي جي اللي هو التيار بتاع الجالفان ويتر والسي وي هي الجزء المقطوع من مين من المحور الرأسي اللي هو ده ممكن يجيلك في السؤال ما دلالة النقطة سي فتقول ان هي الفي جي فرق جهد الفولتاميتر تمام كده الفكرة التالتة وهي ان يكون عندك بقى السي سالبة فيبقى المعادلة شكلها الواي بتساوي ام اكس ميل موجب عادي بس السي هي اللي بالسالب تمام كده طيب دي لما بتترسم بتترسم ازاي؟ بتترسم كده ده محور اكس ده محور واي بس انت بادئ من السالب بتاع الواي يعني بادئ من هنا مثلا وطالع كده طيب ده زي المعادله بتاعت مين؟ معادله الفصل الخامس مثلا اللي هي طاقه الحركه بتساوي الاتش نيو اللي هي طاقه الفوتون الساقط ناقص داله الشغل اللي هي اي دبليو صح كده؟ فلو انت راسم على المحور الراسي طاقه الحركه والافقي التردد فادي الواي بتساوي ام اكس ناقص سي في الحاله دي فيكون عندك الواي اللي هو المحور الراسي طاقه الحركه والافقي اللي هو التردد والميل اللي هو ثابت بلانك والجزء المقطوع من المحور الراسي هنا سالب سي فالسالب دي اللي هي النقطه دي بتدل على مين بتدل على قيمه الاي دبليو اللي هي داله الشغل دول الثلاث حالات اللي الميل بتاعهم بيكون موجب تمام كده الميل بتاعهم في الرسمه موجب طيب يعني ايه ميل موجب وميل سالب تعال نقولها وبعد كده نشوف الحالات بتاعه الميل السالب الميل ببساطه هو ايه وطرق حساب الميل خلينا نتكلم عن الميل الاول امتى موجب وامتى سالب وامتى بيساوي صفر هو ملوش الا الثلاث قيم دول اكيد يعني فادى الموجب زي ما انت شفت فوق كده بيبقى عامل زاويه حاده مع محور اكس الموجب يبقى الموجب ده لو زاويه حاده مع محور اكس الموجب يعني الخط بيبقى شكله كده تمام كده فانت لو خدت خط افقي تشوف الزاويه كده هتلاقيها زاويه حاده مع الاكس الموجبه تمام كده طيب امتى بيكون صفر ده لو موازي لمحور اكس او بتقول عليه خط افقي يعني لو عندك الخط انت رسمته كده فبتلاقي ان الخط الافقي اهو اللي هو الاكس الموجبه هتلاقيه موازي ليه فما فيش اصلا زاويه ميل يعني هو اصلا كده ما فيش ميل خالص تمام امتى بقى يكون سالب لو عامل زاويه منفرجة مع إكس الموجب يعني إيه؟ يعني خط زي ده كده لو جيت تعمل خط أفقي وده إكس الموجب هتلاقي ما بين الإكس الموجب والخط اللي مرسوم قدامك زاوية منفرجة يبقى الخط ده الميل بتاعه سالب تمام كده؟ طيب إحنا دلوقتي بنتكلم عن العلاقة الخطية اللي فوق وما قلنا الميل كان موجب وفي حالة تانية الميل سالب هنضيف لهم الحالة التالتة وهي إن الميل هيكون صفر أصلاً طيب يعني ايه الميل صفر ده يعني الميل بتاع العلاقه الثابته يعني ايه العلاقه الثابته ببساطه كده هنقولها دلوقتي قبل ما نقولها يبقى احنا كده نقسم الاجزاء بتاعتنا اول جزء ده كده كان ميل موجب فلو الميل موجب قدامك الثلاث حالات دول يكون بادئ من نقطه الاصل او نقطه موجبه من محور واي او سالبه من محور واي هنتكلم بقى عن دلوقتي لو الميل بصفر الميل بصفر زي ما اتفقنا فببساطه بيكون عندك زي ما انت شايف كده آه ادى الواي وادى الاكس الميل بصفر معناها ان هو خط افقي خط افقي زي ده كده طيب دي اسمها علاقه ثابته تمام مش خطيه هي خطيه اه بس ثابته يعني مش طرديه اقصد تمام كده طيب آه العلاقه الثابته بتبقى المعادله بتاعتها شكلها ايه؟ بتبقى شكلها عادي جدا بس بيبقى مثلا الواي بتساوي آه ممكن تقول ايه بي مثلا مين الايه والبي دول؟ اي رموز عندك يعني ايه اي رموز عندك؟ يعني ببساطة هديك مثال عليه عندنا في الفصل الأولاني المقاومة النوعية رو اي بتساوي آر اي على ال صح كده؟ طيب أنا عايزك ترسم العلاقة ما بين الرو اي والـ آي الرو اي L صح كده؟ هتقولي الرو اي L آي طردية هقولك لأ المفروض أنت بترسم إيه هنا؟ المتغيرات يعني الواي والإكس يعني الإكس دي المفروض حاجة بتغير الواي صح كده؟ هل الاي دي هي حاجة بتغير الرو اي؟ لأ يبقى كل الحاجات دي قيم ثابته مش من عوامل اي صح كده يبقى الحاجة دي مش من عوامل اي يبقى مهما اتغيرت الاي او الار او الـ L الثلاثه دول مش بيغيروا من قيمة اي فبالتالي الرؤى دي مش بتعتمد على اي حاجة في العلاقة اللي قدامك دي اي بتساوي مقدار ثابت اساسا ده مقدار ثابت ممكن تسميه سي مثلا اللي هو الجزء اللي قدامك ده اللي هي القيمة دي هي قيمة اي وبالتالي مش بتعتمد على الحاجات دي فدي اسمها علاقة ثابته الميل بتاعها بيساوي صفر ليه بيساوي صفر لان انت ممكن تتخيل العلاقة دي شكلها كده الواي بتساوي الام اكس زائد سي لو قلت فين الاكس مش هتلاقي اكس فده معناها ان هي العلاقه شكلها واي بتساوي زيرو اكس زائد سي اللي هي لو انت قارنتها بقى بالمعادله اللي فوقها دي هتبقى هي الرو اي -E بتساوي صفر اكس زائد ار اي -E على ال يعني الار اي -E على ال ده هو الجزء المقطوع من محور الواي الموجب بس اللي هي القيمه دي اما الاكس مفيش قدامها حاجه يعني الميل بتاعها بيساوي صفر ليه لان الحاجات اللي بتتغير دي كلها مش هي المتغير اللي بيقدر يغير الواي ده كده بالنسبه للعلاقه الثابته وطبعا دي مش بيجيلك في سؤال الرسم انك ترسمها ولكن بقولها لك كمعلومه انت هتبقى محتاجها الحاله بقى الثالثه والاخيره معانا وهي ان يكون عندك الميل سالب الميل السالب هو في ثلاث حالات زي الميل الموجب بس انا هقول الحاله اللي هي عندك وبس اللي هي موجوده معانا في الفصل الاول طيب ايه هو الميل السالب ويكون فيه جزء مقطوع من محور واي الموجب فالمعادلة بيكون شكلها واي بتساوي آه لو عايزها تكون مترتبة فتكون سالب ام اكس زائد سي تمام كده الميل سالب وفي جزء موجب مقطوع من المحور الرأسي طيب لما يكون الميل سالب والجزء مقطوع من المحور الرأسي تعالى كده نتخيل الرسمة فادي الرسمة هتكون قدامنا كده آه ادي الواي وادي الاكس الميل سالب معناه ان الخط عامل زاويه منفرجه مع محور اكس وبادئ من جزء موجب يبقى هيبقى عامل كده شفت انت الرسمه دي فين قبل كده في قانون اوم للدوائر المغلقه ال في كانت بتساوي المفروض في بي ناقص اي ار رتبها بقى على المعادله اللي فوق هتبقى الفي بي هي اللي هنا وناقص اها والاي اهي والار اهي او لو رتبتها اكتر او ادق يعني هتكون سالب ار اي زائد في بي لان احنا بنرسم ال واي اللي هو المحور الرأسي بيكون عليه فرق الجهد وده الميل وده المحور الأفقي اللي هو سالب إكس ده سالب إم وده زائد سي يبقى الجزء المقطوع من المحور الرأسي هو الفي بي فيطلب منك القيمة دي هي قيمة الفي بي أو يطلب منك الفي بي من الرسم فهي دي القيمة بتاعتها الميل عندنا بيكون سالب آر تمام كده الميل سالب آر عشان الطلبه اللي بتطلع الميل وتلاقيه سالب ويقوم عاكس الارقام عشان يطلعوا موجب عشان بيقولوا مفيش مقاومه سالبه لا هو انت بتطلع الميل الميل لما بتيجي بتحسبه بيطلع سالب رقم وليكن سالب اتش مثلا تمام مين السالب اتش ده السالب اتش هو السالب ار لان الميل هو السالب ار فبالتالي السالب اتش هو السالب ار فانت بتشيل السالب مع السالب انما الميل ده لازم يطلع معاك سالب بما انه عامل زاويه ايه منفرجه يبقى كده الار هي الاتش قيمه موجبه عادي مش احنا اللي بنخترعها بمزاجنا تمام كده ده بالنسبة للحالات بتاعة الرسم البياني إنك بتختار القانون، إيه بقى طريقة حساب الميل بتاع الرسم البياني أو العلاقة الخطية اللي قدامك سواء جايلك في سؤال ارسم أو جايلك في رسمة مرسومة وإنت عايز تحسب الميل فده اللي إحنا لسه عايزين نعرفه. نيجي لطرق حساب الميل وأول طريقة سهلة عشان مش محتاجة وقت خالص نقولها وهي إن إنت عندك الميل بيساوي الميل بيساوي اللي إنت واخدها المفروض في الرياضة اللي هي تان سيتا. وسيتا دي هي الانجل بين او الزاويه بين الخط المستقيم اللي انت رسمه ومحور اكس الموجب يعني لو انت عندك رسمه بالشكل ده كده وده المحور الراسي واي وده المحور الافقي اكس وانت عندك خط مستقيم عامل زاويه 30 فبالتالي اللي انت عايز تعرفه ايه دلوقتي ان الميل عايز احسبه احسبه منين تان 30 وبس كده يبقى ده كده قيمه الميل اللي هيطلع معاك ودي كده هي الطريقه الاولى بس غالبا مش دي اللي لك في سؤال ارسم بيانيا انما هي ممكن تيجي لك مرسومه وانت تحسب منها الميل. اما الطريقه الثانيه بقى اللي انت بتستخدمها في سؤال ارسم زي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده وهي ان بعد ما انت بترسم تبقى عايز تحسب الميل، طب بتحسب الميل ازاي وركز معايا واعمل اي حاجه بقولها لك دايما تعملها زي ما انا بقولها بالظبط عشان هي دي الطريقه الصح اللي مش بتغلط بيها، تمام؟ ما نقعد نخترع لكل حاله طريقه هي طريقه واحده وتمشي بيها عشان تكون متعود على الصح في اي مساله ادي الواي وادي الاكس لو انت عملت الخط المستقيم كده ادي النقطتين اللي انت بتختارهم تمام كده الحاجه الاضافيه بقى اللي انا بقولها ايه انك بتسمي النقطتين دول واحد اتنين من الشمال لليمين تاني كده واحد اتنين من الشمال لليمين واحد اتنين من الشمال لليمين لازمتها ايه يا مستر هقول لك لازمتها ايه كمان شويه وبتعمل المثلث ده بس عشان تقول له ان انا جايب الميل من النقطتين دول يعني تمام بعد كده الميل بقى القانون الاساسي بتاعه ايه هو دلتا واي على دلتا اكس يعني التغير في المحور الراسي على التغير في المحور الافقي اللي انتوا بتقولوها في الرياضه فرق الصادات على فرق السينات اللي هي ايه فرق الصادات على فرق السينات واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 تمام كده الكلام ده هيساوي مين آه بتيجي من عند الواحد وتروح للواي تسميها واي 1 ومن عند الاتنين تروح للواي 2 تسميها ومن عند الواحد تنزل للاكس تسميها اكس 1 ومن الاتنين اكس 2 كده انت عندك القيم بتاعت الحاجتين دول ليه بقى بقول لك من الشمال لليمين عشان لما انت بتيجي تعوض بتعوض عن القيم اللي في القانون انت عندك واي 2 ناقص واي 1 تقوم رايح قايل واي 2 ناقص واي 1 ما ليش بقى شغل الاطفال بتاع الكبير ناقص الصغير ده تمام كده الكبير ناقص الصغير ده وانت صغير عشان ما فيش حاجه اسمها سالب وانت صغير فكنا بنقول لك كبير ناقص صغير انما الوقت انت عادي يطلع موجب ويطلع سالب وانت عارف تتعامل ازاي في موضوع الموجب والسالب فالوقت انت عندك الميل واي 2 ناقص واي 1 يبقى ناقص واي 1 تمام اكس 2 ناقص اكس 1 يبقى اكس 2 ناقص اكس 1 طلعت بقى صغير ناقص كبير كبير ناقص صغير انت مالكش دعوه هو الميل كده وبتحسبه كده تمام مفيش فيها اي اختراع ولا فيها اي عبقريه ولا اي حاجه انت لو مشيت في ال... في اي ماده علميه بالطريقه الصح بتاعتها هتلاقي الموضوع معاك سهل مش محتاج انك تحفظ ومش محتاج انك تقول الحاله الاولانيه فيها كذا والحاله الثانيه فيها كذا طيب ليه بقى انت بتلغي في الحاجات التافهه دي يا مستر هقول لك عشان انت مش انت كلكم تقريبا معظم الطلبه بتغلط في اللي جايه دي هي ايه اللي جايه دي واللي هتقابلنا في الفصل الاولاني اللي هي الخط المستقيم اللي بيبقى كده الخط المستقيم اللي بيبقى كده بيقوموا حاسبين الميل ازاي بقى بيختار نقطتين زي دول كده ويعمل لك المثلث او ما يعملوش ما علينا المهم وليكن النقطه دي عندها 2 والنقطه دي عندها 8 والنقطه دي عندها ثلاثة اه والنقطه دي عندها مثلا سبعه وليكن تمام كده طيب بيجي بقى يحسب الميل ازاي اقولهالك اهو بالاحمر ده عشان نعمل لك عليها غلط يقوم قايل لك الميل الرأسي على الأفقي يبقى 8 ناقص اتنين على سبعة ناقص تلاتة اللي هو إيه شغل الأطفال بتاع الابتدائي ده الكبير ناقص الصغير يا مستر عشان ما يطلعش بالسالب هو ليه ما يطلعش بالسالب أنا عارف أصلا المفروض إن الميل لازم سالب لأن أنا عامل زاوية منفرجة يعني هو لازم يطلع بالسالب أنا لو طلعته موجب يبقى أقول أنا غلطان وأرجع أروح أصلحها تاني وأطلعه بالسالب فليه بقى الغلط ده؟ لأن إحنا بنحل بالبركة مش بنحل وإحنا فاهمين إحنا بنعمل إيه طب المفروض بنعمل ايه يا مستر؟ بتعمل الواي 2 ناقص الواي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، هو القانون بيقول كده مش احنا اللي مخترعين حاجه. طب مين الواي 2 والواي 1 عندك من الشمال لليمين 1 2، هو الخط بادئ اهو من الصفر، انت بتزيد كده مش بتزيد كده عشان تقول دي 2 ودي 1 او دي 1 ودي 2، انت ماشي كده من الشمال لليمين فيبقى ده 1 2، من عند الواحد هتيجي كده هتلاقي دي دي هي الواي 1 مش الواي 2، ومن عند الاثنين تيجي هنا تلاقي دي الواي 2. فلما تيجي تقول الـ y2-y1 -2 هتبقى 2-8 فتطلع سالب 6 تمام كده يبقى عندك هنا سالب 6 على من الاثنين هنا تبقى دي x2 ودي x1 يبقى 7-3 اللي هي 4 يعني تطلع سالب 1.5 سالب 1.5 مين بقى السالب 1.5 لو دي مسألة القانون الأمن الدولي المغلقة هي السالب R وبالتالي الـ تطلع معاك 1.5 تمام كده يبقى لو لقينا نفسنا بنخترع وبنقعد نظبط المساله عشان تطلع زي ما احنا حافظينها تعرف انك مش فاهم حاجه ولازم تراجع معلوماتك وتذاكرها كويس جدا عشان ما طولش عليكم في الفيديو ده هنكتفي بالشرح بتاع طرق الرسم البياني والحاجات دي كلها وان شاء الله الفيديو الجاي هنحل اسئله الفصل الاول بس قبل ما نروح للفصل الاول نقول اخر معلومه بتاعت الرسمه بتاعه الساين تترسم ازاي الرسمه بتاعه الصين اللي انتوا بتقولوها بالعربي منحنى جيب الزاويه هو اللي هو الرسمه او العلاقه اللي هي مش بتكون علاقه خطيه بقى اسمها علاقه الصين سيتا تمام كده علاقة الساين سيتا ببساطة كده إن بيكون عندك المفروض القانون بيتكتب بصفة عامة إن هي الواي بتساوي واي ماكسيمم ساين سيتا تمام هنا أنت قدامك بقى حالتين وركز معايا في الحالتين عشان ما تبقاش ما تغلطش في الامتحان إنك بترسم الواي والثيتا دي حالة وإنك ترسم الواي والساين ثيتا دي حالة تانية خالص طيب تعالى للحالة السهلة فيهم إنك ترسم الواي والساين ثيتا والموضوع ما فيش فيه حاجة صعبة ولا حاجة تلبك خالص لو أنت بتركز بس وفاهم أصل المعلومة اللي عندك إيه أنت عندك هترسم الواي والساين ثيتا طيب تعالى كده نشوف الواي بتساوي واي ماكسيمم ساين ثيتا وأنت هترسم ده على المحور الرأسي وترسم ده على المحور الأفقي بالعقل والمنطق المعادلة دي شكلها إيه؟ شكلها واي بتساوي ام إكس يعني ده المحور الافقي ده المحور الراسي وده الميل وبالتالي ده خط مستقيم بيمر بنقطه الاصل يعني لو رسمتها هتبقى كده هنا الساين سيتا وهنا الواي وهنا خط مستقيم عادي جدا ولما تحسب الميل بتاع الخط اللي قدامك ده هيطلع معاك مين الواي ام اللي هي القيمه العظمى اللي قدامك هنا ازاي قانون مين يعني يا مستر عشان يبقى كلامنا واضح لو عندك مثلا الاي ام اف اللحظيه بتساوي اي ام اف ماكس ساين سيتا فلما انت بترسم الاي ام اف اللحظيه مع الساين سيتا ادي الاي ام اف اللحظيه وادي الساين سيتا بيكون الميل عندك هو الاي ام اف ماكسيمم تمام كده طيب تعالى بقى ايه هي الحاله الثانيه الحاله الثانيه دي بقى هي اللي فعلا منحنى الساين لان منحنى الساين بترسم ما بين الواي وما بين السيتا في حاله ان السيتا دي جوه الساين فبترسمها ازاي بترسمها بالمنحنى بتاع الساين كده اهو وترسم الخط الافقي اللي هو اكس اللي هي اسمها بقى سيتا والراسي اللي هو الواي طيب ركز بقى معايا القيمه العظمى هي دي اقصى حاجه انت هتطلع لها لفوق الحاجه الثانيه ان الساين سيتا المنحنى بتاعها احنا عارفين ان هو لو انت حطيت السيتا بصفر فيبقى عندك ساين صفر ساين صفر بكام بصفر يعني تبدا من الصفر طيب ساين 90 لما تطلع للقيمه العظمى هتلاقي القيمه الموجبه بواحد بس مش هتطلع عند الواحد وتطلع عند واحد مضروب في القيمه العظمى فيبقى عندك هنا الواي ماكسيمم اللي هي بتكون الحاجه اللي موجوده قبل الساين وبس كده بتكمل رسمتك بتلاقيها بتطلع لك بالشكل اللي قدامك ده يبقى دول كده المنحنيين بتوع الساين دول كده اخر حاجه معانا في طرق الرسم بتاعك مين بتاعه الرسم البياني ان شاء الله الفيديو الجاي هنحل اسئله الفصل الاول ما تنسوش تشاركوا الفيديوهات مع زمايلكم وتتابعونا الفتره الجايه عشان المفاجات الكتيره اللي هتنزل لكم الفتره الجايه هتكون مفيده جدا اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وربنا يوفقكم كل سنه وانتم طيبين